وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء. ممكن تلاقي ناس كتير حوالينا بيعملوا الصدقة من فوق. يعني ايه بيعملوا الصدقة من فوق؟ يعني تلاقيه هو بيطلع الصدقة حاسس انه عامل اللي عليه والزيادة، وانه بيدي الفقير والمحتاج من فوق كده، كأنه بيقول كتر خيري انا بطلع من حر مالي للفقير. والحقيقة ان الاحساس ده كارثة ومش مظبوط لأسباب كتيرة. اولا ان المال ده مال ربنا، ربنا هو اللي رزقك الرزق ده، دي بقى لا شطارتك لا علمك لا خبرتك ولا اي حاجه، ده محض فضل من ربنا. تاني حاجه، الصدقه دي بتطهر مالك من اي حاجه كده ولا كده. الحاجه الاهم بقى ان انت اللي محتاج الصدقه اكتر من الفقير. هو لو كان محتاج 1000 جنيه ولا كوبايه ميه من بير ولا من حنفيه، فانت محتاج النجاه من النار والفوز بالجنه. الحقيقه ان المتصدق هو اللي محتاج الصدقه اكتر من اللي بياخدها. برحب بضيفنا فقره الخير الشيخ احمد علوان من علماء الازهر الشريف. اهلا وسهلا بحضرتك. مرحبا يا استاذه دعاء، ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في الساده المشاهدين، وربنا يتقبل منا جميعا ويجعل هذا في ميزان حسناتنا. امين يا رب. يعني بنحب دايما نفكر بعض كده انه احنا اللي بيعمل اللي بيطلع الصدقه ده هو محتاج للصدقه، لازم يبقى عارف وحاسس الاحساس ده. والواحد فعلا لما بينزل، واكيد انتوا في سقيا الماء بتشوفوا على ارض الواقع الناس لما بتنزل بنفسها وتطلع كده لله صحيح. وتشوف الانجاز اللي اتعمل، ساعات الواحد فعلا بيفرح اكتر من فرحه المحتاج نفسه. عايز اقول بس بعد بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه الانترو بتاع حضرتك دايما بيبقى في الجون. ربنا يكرمك بصراحه. يعني احنا عملنا انترو قبل كده في موضوع صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والانترو دلوقتي برضو ده مهم جدا 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 في الصدق، انك لما تتصدق اوعى تفكر انك بتمن على حد او ده من شطارتك او انت عملت اللي عليك. لا، المؤمن دايما يتهم نفسه بالتقصير. ومن شروط قبول الصدقه انك ما تفكرش انك عملت حاجه او تمن على حد. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. يبقى انت لو شايف انك عملت حاجه او تقول لفلان انا عملت لك او اديتك او يبقى انت كده ضيعت اللي انت عملته، حتى لو كنت طلعت 1000000 جنيه. تمام؟ لان ده مش مقبول. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى اداك مال على فكره مش مالك. المال مال الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى لما ربنا تحدث عن المال في القرآن الكريم قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال ده ربنا ادهولك وجعلك انت مستخلف عليه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى مش شطارتك، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي وفاك، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي أعطاك، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي تفضل عليك. ما هي الشطارة ولا حاجة، لا. ولذلك انت لما يكون عندك مال وربنا سبحانه وتعالى رزقك الغنى ورزقك نعمة المال، لا، أقول الحمد لله. ولذلك سيدنا سليمان عليه السلام بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أعطاه من واسع، زي ما بيقولوا قال هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، أأشكر أم أكفر. فسيدنا سليمان عنده حاجات ما كانتش عند حد، وهو سخر له الجن وسخر له الطير وسخر له الحيوان، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون إلى آخره، حتى كلم النملة الحشرة الصغيرة. وبعد كده سيدنا سليمان بينسب ده ربنا سبحانه وتعالى، مش ليه أبدا، هذا من فضل ربي ليبلوني. فمن شروط قبول الصدقة ان انا اقول الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى من علي بده، وان ربنا سبحانه وتعالى انعم علي بده. ولو فاكرين قصة سيدنا موسى عليه السلام، لما ربنا بس اداله شوية قوة وساعد المرأتين اللي على البير، لما سقى لهما تولى الى الظل، راح كده ايه في حتة كده تحت ظل شجرة وقال ايه، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. يعني انا مهما عملت انا فقير لك يا رب. انا ما اقدرش استغنى عنك يا رب، الخير كله بتاع ربنا. بس كده، خدت بال حضرتك؟ لازم الواحد يعني الناس تعرف النقطه دي وتفهمها كويس قوي، ان الخير والرزق ده مش بتاعي انا، ده بتاع ربنا. اهم يقسمون رحمه ربك. بس النقطه الثانيه، ان انت كمتصدق انت اللي محتاج. ايوه صح، انت اللي محتاج، انت اللي محتاج عشان ربنا يبارك لك في فلوسك،
عشان ربنا يبارك لك في مالك، عشان رزقك يزيد، علشان تاخد ثواب، علشان النعمة دي ما تتحولش النقمة. ازاي يعني؟ انا الفلوس بتاعتي ديت والخير اللي عندي والعربيات واحدث موديلات واحدث موبايلات وانا عندي عربية وزوجتي عندها عربية واولادي كل واحد عنده عربية، وممكن كل واحد او يعني زوجته عندها عربية بسواق وعندي بدل الفيلا 2 و3 ومأمن مستقبل عيالي، وبرضه يعني ما افرحش. ما تفرحش بده، انت تشكر النعمة دي. تشكرها ازاي؟ انك تستعملها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، انك تدي، خرجت زكاة مالك، في صدقة بقى، والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. كثير من المفسرين قال بان المقصود بالحق المعلوم هنا مخارج او امور غير الزكاة. يعني ايه ليه؟ الصدقات، يعني ما تقتصرش بس على الزكاة، مطلوب منك 100,000 200,000 السنة دي، لا، ما تقفش على ده، خليك طول السنة عمال مثلا فتح لك مثلا مسجد، حط فيه خير، مستشفى، مدرسة، خير زي اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. وزع وزع الصدقات بتاعتك، ووزع الخير بتاعك، واجتهد انك تحط لك بصمة في كل مكان، وتسارع في الخير. دي النقطة اللي احنا عايزين برضو نعمل سبوت عليها، تسارع في الخير، ان ده من صفات المؤمنين. السرعة يعني. ان انت لما يجي لك، يعني مثلا انت عندك الارقام بتاعت مؤسسة سقيا الماء دلوقتي اهي، ما تضيعش وقت بقى، ما تقولش طب انا هفكر، لا، ده باب خير، ساهم باللي تقدر عليه. الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء، وفي معاني كده بتستوقفنا يا أستاذ دعاء. الله عز وجل عندما تحدث عن ما يقرب من 10 من الأنبياء، سيدنا موسى وسيدنا نوح وسيدنا أيوب وسيدنا زكريا وسيدنا يونس، في سورة الأنبياء لما تحدث عن سيدنا أيوب قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. ده كان مريض قعد حوالي 18 سنة، تمام، وبعد كده ربنا إيه؟ كشف عنه الضر. بعد شوية ربنا سبحانه وتعالى يحكي عن سيدنا يونس: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بعدها عطوا ربنا إليه: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. يبقى دي حالة غير حالة سيدنا أيوب. سيدنا أيوب ده كان مريض، سيدنا يونس دي حالة ضائقة، مشكلة، مصيبة، إن هو دخل في بطن الحوت وظلمات 3، دي حالة. الحالة الثالثة: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. ده ما بيخلفش، زوجته ما بتخلفش، زوجته عاقر عندها مرض، ممكن الإنجاب تأخر 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة. وده نداء لأي حد بيشوفنا دلوقتي متجوز بقاله 5 سنين أو 3 4 سنين ومامته عمالة تزن عليه: يا ابني طب روح، طب اعمل، طب خلي. لما يغلبه خالص، يعني لسه في حد بيتكلم معايا بيقول لي: ابني ما بيخلفش، فقلت له روح اتجوز. قلت له يا عم حاجة، طب ما تصبر عليه، ممكن يخلف بعد 10، في ناس بتخلف بعد 10 سنين. وناخد بالاسباب، من ضمن الاسباب فعل الخير. فعلا. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى في نفس الايه: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، اللي هو سيدنا زكريا، واصلحنا له زوجه. بعد كده جمع بقى ان انا كشفت الضر والمرض عن ايوب ليه، وبعد كده نجيت يونس من بطن الحوت ليه، ورزقت زكريا، رزقت زكريا الولد ليه. قال ايه؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات. هو ده المفتاح، بس السرعه في الخير. نشوف دلوقتي مع حضرتك بقى ومع مشاهدينا تقرير من تقارير مؤسسه سقيا الماء، ونرجع نعلق عليه في الاستوديو. شايفين الميت بيت دول اللي حوالين المسجد ده؟ مسجد الرحمن في قرية أولاد الفخري. المسجد ده هو الوحيد في القرية دي، والميت بيت دول بيصلوا في المسجد ده، واللي بيخدم على المسجد البير ده، بئر الرحمة والمغفرة. يا هناه ويا سعده ويا فرحته ويا فخره ويا عزه من بنى هذا البئر أو ساهم فيه، فإن أجره عند الله سبحانه وتعالى كبير وعظيم.
أنا واقف هنا جنب بئر الرحمة والمغفرة اللي هو هنا قريب أو جنب مسجد الرحمن هنا في قرية أولاد الفخري في مدينة سيدي براني مرسى مطروح. عايز أشير لحاجة، لما سيدنا موسى عليه السلام عمل خدمة، وهي موضوع أن لما سقى البنتين ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، الخدمة اللي عملها سيدنا موسى عليه السلام هذه خدمة خلدها القرآن الكريم وجاءت في سورة القصص وبنقرأها وبنتدبرها وبنعيش معاها. دي برضو خدمة الناس عملتها وصدقة الناس تصدقت بيها. هنا البير ده بيخدم المسجد ده، المسجد ده اللي بيصلي فيه 100 بيت اللي في القرية هنا، هو المسجد ده 100 بيت بيصلوا في المسجد ده، 100 بيت في قرية أولاد الفخر في سيدي براني في مرسى مطروح هنا بيصلوا في المسجد ده. يعني مفيش حاجة بتخدم وبتخدم على المسجد ده من المية إلا البير ده. فده طبعا خدمة قدمتها مؤسسة سقيا الماء بالتعاون مع جمهور مؤسسة سقيا الماء والمتبرعين اللي بيتواصلوا مع مؤسسة سقيا الماء. القصة اللي احنا كلنا حافظينها بتاعت سيدنا موسى عليه السلام، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ده بيخليني افتكر حاجة، ده بيخليني اعيش مع حاجة، ان هنا البير ده اللي بيخدم المسجد ده اللي بيصلي فيه 100 بيت، لو قلنا متوسط عدد افراد البيت الواحد هقول 4 و5، 5 في 100 بيت يعني 500 فرد بيصلوا في المسجد ده. لما يجي يتوضوا البير ده هو اللي بيخدم على المسجد ده، يعني مية المسجد ده من البير ده، بئر الرحمة والمغفرة بيخدم على مسجد الرحمن. فشوف لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، وجد عليه جماعة، وجد عليه مجموع، وجد عليه عدد كبير من الناس. لما سيدنا موسى جاء عند البير لقى ناس كبير، لقى عدد كتير. هنا برضو المسجد وفي وسط 100 بيت ده عدد كبير، عدد لا يستهان به، ليس بالقليل. وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فيجي سيدنا موسى على الفور يسارع، فتأتي الفاء للمسارعة، فسقى لهما. سقى لهما يعني زي جردل زي ده أو جركن زي ده عملوا سيدنا موسى عليه السلام. شوفوا يا جماعة اللي عملوا سيدنا موسى إن هو ملأ لهما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل بجردل زي ده ولا بجركن زي ده أو بدلو، ده اللي عمله سيدنا موسى عليه السلام. شوف لما سيدنا موسى عمل بس بمجرد أنه ملأ بالدلو أو بمجرد أنه ملأ دلوا أو خدم المرأتين فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. طب هو نتيجة سيدنا موسى من ده إيه؟ لما عمل بالجركن أو الدلو ربنا سبحانه وتعالى كفوا بإيه؟ كفوا بكتير قوي. ما تنسوش إن سيدنا موسى عليه السلام خرج من مصر خائفا يترقب، لما حكى الأمر وخوفه للرجل لوالد المرأتين قال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين. يبقى أول حاجة عمل الخير الجركن اللي ملاه سيدنا موسى أمنه من الخوف، وبعدين كانت له المكافأة، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ثم من الله سبحانه وتعالى عليه بالزواج وبالأسرة، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني اشتغل كمان. يبقى أمان ثم زواج ثم أسرة ثم عمل، ده كله بسبب إيه؟ بسبب إن سيدنا موسى عمل الجركن ده وملأ الدلو ده، فما بالك بقى باللي عمل بير. ويا سلام على بير زي ده، واحنا جايين النهارده نفرح ونسلم لأهالي مطروح 100 بير، مش بير ولا 2 ولا 3، 100 بير. والبير ده من أميز الآبار اللي احنا جايين نفرح بيها ونحتفل بيها النهارده. ليه؟ عشان البير ده يا جماعة ميته بتروح للمسجد ده، والمسجد ده الناس بتصلي فيه، 100 بيت ومفيش غيره في القرية. بالمناسبة
مسجد الرحمن ده هو المسجد الوحيد في قرية أولاد الفخر هنا، وده حوالي 100 بيت متوسط عدد أفراد 500 واحد بيصلوا هنا. يا هناء ويا سعده اللي عمل البير ده، بئر الرحمة والمغفرة. شوف سيدنا موسى عليه السلام لما ملأ بالجركن أو ملأ بالدلو كانت النتيجة إيه؟ ربنا بكافئه بحاجات دنيوية وأخروية، فما بالكم بمن حفر هذا البئر أو ساهم في هذا البئر. الناس بتشرب منه، والناس هنا بتصلي، والناس هنا بتتوضى، والناس هنا بتتعبد لله سبحانه وتعالى، غير البيوت بتيجي تنتفع بهذا البئر هنا في قرية أولاد الفخري مدينة سيدي براني محافظة مطروح. من حقنا كلنا أن احنا نفرح ونهلل ونسعد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهو ده اللي دايما مؤسسة سقيا الماء معوداكم عليه، معوداكم انكم تفرحوا، معوداكم انها تقول لكم على انجازات، معوداكم ان هي لما تجيب لك 100 بير. يعني شوف لما دفعت 100 بير مرة واحدة حاجة عظيمة وحاجة كبيرة ما يقومش بيها غير مؤسسة عظيمة ومؤسسة كبيرة. ولما تذكر الآبار وتذكر خطوط المياه وتذكر وصلات المياه ويذكر الماء تذكر مؤسسة سقيا الماء. طبعا شفنا مع بعض التقرير مؤسسة سقيا الماء والشغل الجميل اللي بيعملوه على الأرض والإنجازات. يعني ربنا يكرمكم، فكرة جميلة جدا إنه البير يكون جنب المسجد وتوصله مواسير من البير للمسجد. يعني والله بصراحة فكرة بصراحة رائعة، وده يعني نصيب صاحب البير فعلا. ده بالرحمة والمغفرة، يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يكرم. سبحان الله بالنية بقى، النية كانت حلوة قوي يعني، فربنا ادال ثواب كبير. هو مش هيخدم بيوت بس، لا هيخدم بيوت ومسجد. يعني أي واحد داخل المسجد حتى بمجرد لو هيغسل إيده بس ده في ميزان حسناته. فما بال بقى حضرتك 5 فروض، كم واحد هيتوضى في ال5 فروض علشان يصلي، وكم يوم وكم صلاة وكم عبادة و كل ده في ميزان حسنات اللي حفر البير ده. هنرجع لموضوع المصارعة في الخيرات، لأن هو سمة من سمات الأنبياء والمؤمنين. لما ربنا سبحانه وتعالى قال في حق الأنبياء وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وأول حاجة قال إيه؟ وأوحينا إليهم فعل الخيرات. في سورة المؤمنون لما ربنا بيصف المؤمنين قال أولئك يسارعون في الخيرات. لكن أنا عايز أدي كده للمشاهد لمحة، إنه لما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وفي سورة الحديد قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، هو في فرق؟ طبعا في فرق. لازم نعرف كلنا إن الحرف في القرآن الكريم له دلالة وله مغزى وله مدلول وله مضمون. ما فيش حد يقول في القرآن أصل الحرف ده جه زيادة أو الحرف ده مكرر، لا، حتى لو كرر له معنى. ففي سورة آل عمران قال وسارعوا، واو معطوفة على حاجات قبل كده، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى آخره. في سورة الحديد قال سابقوا، علة أن ذكر قبلها أمور الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، وبعد كده قال سابقوا، بقى سيبكوا بقى من الدنيا وتسابقوا. إيه الفرق بين المسابقة والمصارعة؟ صلى على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم على النبي. أمور الدنيا لما ربنا يتكلم عنها في سورة الحديد قال خلاص احنا عايزين نتسابق بقى، اللي هو نبدأ سباق. فقال إيه؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. إحنا دخلنا السباق، بقى فيه ماراثون في فعل الخير. اللي دخل السباق ده محتاج إنه إيه؟ يجري أكتر علشان يحقق ربح أكتر وعلشان يحقق نتيجة حلوة. فربنا سبحانه وتعالى لما كان بيتكلم على المتقين في سورة آل عمران قال لهم وسارعوا، ما ينفعش معاكم السباق لأن أنتوا إيه؟
انتوا كمؤمنين في سابقوا، لا انتوا هتبداوا السباق، فعيلته شويه بيته متقين، لا محتاجين انتوا ايه تتسرعوا بس. فسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات، وذكر الله سبحانه وتعالى من بين هؤلاء الذين يتسارعون الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني معاه معهوش بيتصدق. ربنا يجعلنا منهم يا رب. يا رب. واشكر حضرتك جدا في نهايه فقرتنا، وربنا يكرمكم مؤسسه سقيا الماء. ومشاهدينا اسيبكم مع فقرتنا الطبيه اليوميه لكن بعد الفاصل.